السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ما يبي يضن بي مرة ثانية، يبي يضن بغيرش. هسه انا هذا الفرخ طلع عندي، شوفكم يا كان وين الفحل طلع من هذا العش، عارف انه راح نسوي هذا العش الجديد، وايضا هذا العش هم يبي يضن بي ويعو، فانه يحولن احنا غير ايش على هذا، على ذن الجو يرجعنا على هذا، هواي عدة حشاش. هذا هنا هم سويت عش، هذا شوفوه بعد ما يعني ما من دلاته. طبعا ضرورة التنويع بالأكل بهاي الفترة، فترة الصيف لين يعني المدرسون الجاوة والبندس والبقات أكثر شيء، او اللقط بشكل عام، فانا اجيب لها المخلوط، بس الصراحة حار المخلوط علينا بهذا الموسم، فانا علينا بالاكل خليني التمن على الصمون الرطب، نخلي لهن عنب، هذا يعني شكو شي زايد عندي بالبيت اطيهن، تمن طماطة خيار يعني اي شي بصل ثوم، كل يوم انا ثلاثة اطيهن وجبة، نقعلن هنا ثوم، بس ضروري الثوم ما تخليه يعني اكثر من يوم، اقصى حد يوم، وتذبل مي لين هذا يصير بيه فطريات وتاثر على الطيور. هاي الحشاش تارساته من هذا، هذا ضروري اذا تخلي الثوم للطيور مالتك 24 ساعه المي وتذبه تبدله، وطيهن تقريبا بالاسبوع مره او مرتين، لا تطيهن اكثر، لان يعني الثوم يسوي فطريات عند هاي الطيور الزينه، خصوصا اذا بقى اكثر من يوم بالهذا، لان راح يتحلل ويصير فطريات بالمي، فضروري المي يتغيرك ل 24 ساعه. هذا انا عند هذا المي كل 24 ساعه غيره حتى يبقى بارد مفتوح، يضرب الهواء يصير بارد، صار مي بارد. وعند هذا تقريبا كل اسبوع ابدل، هذا مثل الخالة مثل الاحتياط، يعني خالة مثل الخزان في حالة انسى هذا ما اترسه، يعني تعرفون بالدوام انا مرات اطل يومين ثلاثة، مرات تصير عنده خفر ما اقدر اجي، فيبقى هذا خزان احتياطي، خاف ما اجي انساهن، هذا يبقى هذا احتياطي، بس هذا يومية اذا موجود يومية ابدل المي مالتي. وايضا هم ترسلهن للسباحة يسبحن بيه، يعني تعرفون جو حار ويعني يحاول ان يبردن الطيور فيسبحن بهذا، مخلي لهن ناصي يعني مو عالي، تقريبا العلم مالته سنتيمين الى ثلاثة، حتى ما يغرقن بيه الطيور الزغار، لان هذا الطير الزغير ما يعرف يسبح، بس يطب يغرق، صارت عنده سابقا. طائر بري يعني ضروري تخلي له خضار، ما تخلي المحمية لا بها شاب لا بها فيل، يحب الخضار. ايضا يستخدم للتغذية، يعني عند بعض الاشجار يتغذى عليها هاي الطيور، يتغذى على الخضار مالتها، ايضا هم يصير غذاء لها، وهم في وهم تقدر تعشش بيه، فضروري الخضار عند هذا التسلق، عند هاي الخروعة زين، هذا التسلق، عند هذا الأورنج، عند هذا الليمون العراقي، هاي شجرة تقريبا بها مترتين، هذا التين، التين صفق عندي طلع مواد جديدة مثل ما جاي تشوفون، ومنه هيك ان شاء الله ما راح ينمو. عندي الياس، عندي الورد الجوري، عندي هذا الليمون العراقي، طبعا عقله كلش طيب، عندي هاي وردة الجمل،
غرفة الجمل هاي تغذى عليها الطير. شوفوا النموات الجديدة يحب ياكلها الطيور هاي. شوف النموات الجديدة ياكلها. طبعا ولا هو سبب عندنا تأخر بالنمو بس ما يخالف، ما دام الطير مستخرج بعد ما يخالف. عند هذا مخلب القط هم يتغذى عليه الطير. شوف النموات الجديدة جاية تطلع يتغذى عليها، لأن النموات الجديدة تصير طرية فيحب يتغذى عليها. ولا هو مانا من عنده، هاي صار له تقريبا 5 أشهر 6 من فتحة المحمية، بس ما يخالف ما دام استفاد منها الطير عوف ما يخالف خليه يتغذى عليها. عند هاي السبحبح، عند هذا الإذرة، وطبعا واحدة طلعت هاي الإذرة، هذا السبحبح أنا زرعتها كلش حلوة، شجرة عند ورد الجوري، هذا إضافة للثيل. طبعا ضروري أول ما تنشئ محمية تأسس شغلتين، تأسس للمي وتأسس للكهرباء. ضروري هاي الشغلة بأي محمية، لأن الكهرباء راح تحتاج إنارة، إذا عندك نافورة شلال بالمحمية فضروري، يعني ضروري للكهرباء بالمحمية، ما تحتاج بشغلات. وأيضا تأسيسات المي تحتاج هسه، مثل هذا أنا مأسس عند بوريين، هذا جاي تشوفونه قدامكم، يزيد هاي الصفحة هنا إلى الأخير لحد ما يفتر داخل القاطع. شوفوا هذا منه يجي بدايته منه، هذا البوري، هذا البوري منه يزقى هاي المجرى كله، يفتر على الأشجار، يفتر كلها هاي حد هنا. وعند هذا البوري الثاني خلي اشوفه لكم، هذا البوري الثاني شوفوه، هذا ايضا ينفتح، هذا هم ينفتح، يزقى هذا المجرى كلش، واللي قدامكم ما خطا ولا جان كله للاخير يزقيه. ضروري اللي يعني تاسيسات المي تكون بالمحميه. هذا البور راح اسده على ما ينسقي ذاك هذه اللي افتح على الخط الثاني. هو المي وين واصل؟ هذا كله مي. شوفوا اذا تجيب هذا البوري، هذا البوري وهاي الصحن، حتى ما تحتاج بعد لا طبب لك سوندا بالمحمية ولا تطلعها، وكله داخل المحمية تقدر تغذي. عن هذا الغذاء خلينا نتمر للبلاوي أيضا كل الطيور. المحمية وهاي اللي بيها، وان شاء الله بالايام القادمة ان شاء الله نحاول نوصل لكم الفيديوهات اولا باول، بس اعذرونا اذا ما قدرنا لان دوام عندنا، يعني ما متفرغ انا دائما، هاي بين فترة ان شاء الله ننزل لكم فيديو. اذا عندكم استفسارات او اي اسئلة عن المحمية او الطيور او حاجات المحميات، كيفية تأسيسها، تقطيعها، تقسيمها، تدخل على التعليق على قناة إسماعيل تي في. تحياتي.